للشباب وللشيوخ وحتى للأطفال الذين فتحوا صفحة جديدة في التاريخ. شكرا لهم على تشوفهم للحرية. أنكم يا شعب تونس العظيم اليوم أعطيتم درسا للعالم كله، هي ثورة بمفهوم جديد، ثورة في إطار الدستور مع التمسك بالشرعية الدستورية وبالشرعية كاملة على وجه العموم، ثورة لم يعهدها الفلاسفة وعلماء الاجتماع وعلماء السياسة. أنتم أبهرتم العالم بتنظمكم التلقائي، أنتم أبهرتم العالم بعطائكم بعرقكم بدمائكم. أشكركم من أعماق الأعماق. في ديسمبر من سنة 10 و2000 وفي جانبي من سنة 11 و2000 الشعب يريد، واليوم ها أنكم تحققون إن شاء الله ما تريدون. هذه الجملة العابرة للتاريخ، العابرة للقارات، رددتها شعوب أخرى. علاقاتنا في الداخل ستبنى على الثقة وعلى المسؤولية. نحن في حاجة إلى تجديد الثقة بين الحكام والمحكومين. سنعمل أيضا في الخارج من أجل القضايا العادلة وأولها القضية الفلسطينية. كنت أتمنى هنا أن يكون العلم الفلسطيني إلى جانب العلم التونسي. مشروعنا مشروع قائم على الحرية. انتهى عهد الوصاية على أي كان، من أحترم كل الاحترام، من انتخبني بطبيعة الحال ومن اختار، ولكن أحترم على وجه العموم كل من اختاره بكل حرية. الحملة الانتخابية لم تتجاوز في بعض المناطق 37 دينارا. حجم التبرعات تراوح بين 200 مليم و8 دينارات، وكان المجموع 37 دينارا. حدث عن، لم أكن في سباق مع أحد ولا في تنافس مع أي كان. طرحت مشروعا على الشعب وانطلقنا في هذا المشروع معا بنفس القوة وبنفس الإصرار وبنفس العزيمة. الشباب في المناطق، في الجنوب، في الشمال، في الخارج، المتقاعدون، أعوان الأمن وأعوان الجيش وأعوان الديوانة، يعني كلهم في كل المناطق. هذه فرصة لأحييهم على العطاء. أقول لهم أنتم إخوتنا أيها المواطنون، أيتها المواطنات، يا أبناء تونس، يا أبناء هذا الشعب العظيم، أننا ندخل مرحلة جديدة في التاريخ، وسنرفع كل التحديات بدمنا وعرقنا وعزمنا. سنرفع كل التحديات وخاصة الاقتصادية والاجتماعية، لأن الشعب التونسي يترقب حلولا في هذا المجال. أتشبث بإرادة الشعب، أتشبث بالقانون، بالدستور، وسأعمل على أن يطبق القانون على قدم المساواة على الجميع، وأولهم أنا. يطبق على القانون على الجميع، ليس هناك من يمكن أن يستثنى من تطبيق القانون عليه.